حبايبي ايه الاخبار؟ ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل النهارده مع بعض كابتن كلا. كنا وصلنا للمرحله العاشره اللي هي ذا كليفس، وطبعا المرحله العاشره يعني رقم زوجي، وبالتالي المفروض ان احنا هنقابل باص في الاخر. ذا كليفس دي اللي هي الحضارات يعني او الانحناءات. وير از يور كرو كابتن كلا؟ طب ازاي؟ ما هو بيقول ان مش عارف، ممكن قصده حاجه ثانيه. اوكي ولا يلا يلا ايه ايه ده يا اختي؟ وطي. اه اوكي فهمت. ايه يا عم انت تاني؟ ما انا عايز اخد دم، بس اتاكد بس ان مفيش حاجه كده. اه بتظهر وتختفي. طب نخلص من ده الاول بالراحه. نايس. بس حلو قوي. كان في حته هنا كده عايزين نشوفها، مش عارف ينفع اطلع ولا اه ينفع اطلع. اوكي لا 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 ده في حبل كمان. اوكي محتاجين من فوق. كويس كويس كويس. انا معرفش دوست كتير ليه. ده انا لسه عايز اقول ان الفراست سورد احنا مش محتاجينه كده كده اساسا، يعني على ما نوصل او نستخدمه مش قوي يعني. اوكي امسك الحبل ولا هنبص على تحت دول. اوه حاسب حاسب سلام. في حاجه هنا؟ لا 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 لا. طب ايه؟ طب ايه؟ طب ده طريق تاني ولا هو هو؟ اللي بيطلع ده؟ لا 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 يا جدعان المرحلة صعبة خالص. بالراحة دي بتطلع دي بتنزل كده هوب. ايه اللي بعده؟ هنعديها ازاي؟ مش هنعديها، هنعرف ولا دي كانت معمولة للنطة؟ اه لا تمام هات الحبل. بس يكون ده الطريق الفعلا بتاع اللعبة. اه هو نايس. على مهلك على ما المره دي ما شلناش الحاجات الموجوده قدامنا في الشاشه دي، يعني مش شايفها مؤثره قوي. ولا 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 مستفز. دمي 20 اصلا ده جاي يكمل عليا. حلو رفعنا 40. هو انت؟ طب بص دي سلامه. يا لهو على الصعوبه. عايزين لما تطلع يبقى احنا ننزل لما تكون جوه كده كده تمام. نوليدج. لا كم اون مان. اه كويس هو عشان كده حاطط لنا التشيك بوينت هنا، عارف ان احنا هنهبد. طب ايه؟ بسرعه يا ابن اللذينة. ما هو دي انا هاجي انطها هتقوم خبطاني. محتاج نطه محترمه. حاسب اقطع السلم كويس قوي. امسك. اويه حلو قوي. شوف احنا لو تمهلنا اويفوريا. طب بص دي دم ننزل. دم تحبخ. عدت بسرعه. عايز اشوفها تحت. هو ممكن السلم فوق ده يكون في حاجه يعني؟ اه ده طريق اصلا من فوق شكله. بس بقى انا كده هموت. لا شوف عمي هنا عليها عشان لما انزل عليها يقوم ده خبطتي اقوم ميت. مش كلام كده معناش ولا محاوله. اعتقد هنقدر نكمل يعني، بس لسه البوس مش عارفينه والله. ربنا يسترها على البوس حرفيا. ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم؟ اربع ضربات شريبوت. ننزل تحت. اه امسك الحبل. كفايه صعوبه. طب نطلع فوق ولا ننزل تحت؟ تعالوا نجرب فوق. السهم بيقول فوق، احنا نسمع كلام السهم.
bloodthirsty fleas, all of you. اوكي هيضربني بمسدس او اعمل له كده يا لا اهو لازم الزق فيه هوب اوكي نايس يلا على فوق ولا بحبش يتريق عليا يلا اوكي دي عايز انطه كويسه حاسب هوب نمسك نايس حلو الدنيا ماشيه حلوه لحد دلوقتي اوه تشيك بوينت ازاي ها ازاي ما بتموتش اعمل ايه انا اعمل ايه ايه يعني مش فاهم الميكانيزم بتاع الواد ده يعني مش فاهم يعني المفروض اعمل ايه عشان اموته ايه اضرب كده والمسدس بصد المسدس تمام هو جان مان يعني يا لهوي ايه ده ايه كل ده اوف سرعة ده عاملها بالظبط انت تاني يا اخي بقى هو ساعات بيموت بسرعة وساعات ما بتجيش فيه السيف ولا الشلاليت ولا الضرب ولا اي حاجة اوكي نيجي يعني. بلا ولا بتاع روح فين روح فين يا لهوي هيو كويس تشيك بوينت تانية امسك الحبل ده سريع قوي كده ليه تحس الاخذ بتاع الكوينز عامل زي كده نغمة التليفون بتاع نوكيا لا بتهزر بالراحة اوكي نايس حتى حلو قوي امسك مش عايزين السيف يا لهوي عليا ربنا يستر على البوس اصل انا كل ده مش عارف ازاي شكله وبعدين المرحله صعبه قوي شكله حوار دخلنا في الغاز بقى وجزيره قراصنه ملعوبه اوكي اخويا هنسى فيها انا ما اتحركناش كتير ماشي سريعا امسك والنطه اللي هي كمل هوبا 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 ايه ده بس كده؟ انت الرخ انت بس ايه الهبل ده؟ يعني ايه انزل تحت عادي امان؟ يا نهار اسود دي علشان اخدها لازم انط هناك خالص بعدين اجي هنا هوبا كده اوب نايس لا 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 بتهزر بسرعة حبل هات الحبل هي معمولة عشان نطلع الحتة دي يعني احنا كده طلعناها بسلام ممسك يا ولد يا عيني نايس طب ايه لتحت ولا نموت لتحت نايس معناش ماجيك لا بالراحة الطلقة بعشرة كتير الطلقة بعشرة يا لهوي لما تبقى الطلقة بعشرة ده مش كتير خالص خد ملهاش غير كده حلو حط لنا دم هنا طب حط لنا دم يبقى احنا قربنا للبوس من الاخر هو يعني خد لك شويه دم كده عشان تعرف الفايت اللي انت داخل عليه يلا يا عم انا عايز نظبط مع بعض ما هي يا بتظهر ايوه يلا اي والدم اللي بناخده بنروح حلو قوي دي امسك وهيلا اهو يت اهو خليك زي ما انت ايه الرخام ده يا رخم طب ايه تحت موت ولا ايه الدنيا استنى ننزل كده البوس اوكي يلا بينا
ايه ده؟ هو انت؟ طب استنى هوصل له ازاي ده؟ ميرو وقتل ازاي يا عم ميرو ده؟ هو مش شايفه اساسا. الله اضرب اللي فوق ده. طب ايه اضرب مسدس؟ اي حاس اي اضرب الطائر وهو جاي. ماشي 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 استنى. ايه انا مش عارف اظبطها مع ده ولا ده. لا 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 لا, لا. احنا لازم نموت. الله يعني مش الطائر، الطائر ملوش دعوة. امال ازاي هو موته؟ لازم اموت. اوكي اوكي اوكي. هي المفروض احنا اصلا كنا حوشتنا المسدس من بدري يعني ما كناش صرفناه. نايس. تعال. هاها اوه حاسب اوه نايس. تعال لي بقى. ده بتفتح اول ما بيتعمل. بس بجرب اعملها والله. يلا. لا نو يو دونت. اوعى نحمي نفسنا، اصل انا مش هقعد اعيد المرحله. احنا فهمنا الفكره خلاص. حاسس. تعالى انزل لي تاني. ايوه اللي بعده. اوكي نزل يلا بينا. جوهره فين يا حرامي؟ جوهره يلا. تعالالي اضرب راحتك. يلا يلا حاسس كمان ضربه. نايس يلا اخر مره. تعالى حبيبي بالسلامه. تعالالي بقى تعالالي استفرد بيك. جوارة يا حرام يا تجوارة يلا. ايوه اوكي فاينلي برو خلصناها. يا عيني على المزيكا. يعني انا بلعب اللعبة علشان حبة المزيكا اللي لما تجيب جوارة دول. ذا فيث جيم. عامل زي ما انا بعمل. انا ما كنتش عارف انه كده. اوكي خمسة كده فاضل اربعة. اوكي نايس كده احنا خلصنا من ليفل 10 واللعبه بتزداد صعوبه جدا. انا مش عارف المرحله 12 ولا 14 اللي جايين دول هنعمل فيهم ايه. ربنا يستر. اوكي اشوفكم في الفيديو الجاي وفي الحلقه اللي جايه. دوتو مسلمين. سلام.